السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية. أبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، سمو أمير منطقة الرياض يرعى اليوم نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي. وزير التعليم يعلن التقويم الدراسي الجديد وتطوير الخطط الدراسية والمناهج والفصول الثلاثة. أهلا بكم. أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اتصالا هاتفيا بجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، وعبر حفظه الله خلال الاتصال عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار. وقد أعرب جلالة سلطان عمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنيا له حفظه الله دوام الصحة والعافية ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم. كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تقام اليوم المباراة النهائية على كأس الملك، والتي ستجمع بين فريقي التعاون والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. وأناب يده الله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية. بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية مع فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء سمو وزير الخارجية برئيس جمهورية كينيا في القصر الرئاسي بالعاصمة نيروبي، حيث أشاد الرئيس الكيني بدور المملكة الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الإفريقية، كما ثمن دور المملكة في دعم كافة الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا من خلال رئاستها لمجموعة العشرين. أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر وزارة التعليم أن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلا من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي من 13 أسبوعا. الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي 1443 أنه سيكون وفق ثلاثة فصول، بنظام ثلاثة فصول، كل فصل دراسي يتكون من 13 أسبوع، بين كل فصل دراسي وفصل دراسي إجازة لمدة أسبوع. سيتضمن التقويم الدراسي الجديد 12 إجازة أثناء العام الدراسي، مما يكسر جمود طول العام الدراسي أو طول الفصل الدراسي. سيزيد مستوى التقييم والقياس والتقويم والمتابعة سواء من إدارة المدرسة أو الإشراف التربوي أو أولياء الأمور لأبنائنا وبناتنا الطلاب. سيزيد أيضاً من قدرة الوزارة على تقديم مواد جديدة وإسراء المواد القائمة الحالية بمفردات وتطبيقات إضافية تجعل الطالب أكثر تمكناً في مهاراته وفي معارفه التي يستهدف أن يحصل عليها في كل صف من صفوف الدراسة. وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي والموارد التعليمية ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم. تطوير المناهج والخطط الدراسية والأهداف التعليمية وما يتبعها من تطويرات إضافية تمثل مفاصل حيوية من أجل الرفع من كفاءة أداء منظومة التعليم،
ولمواكبة أيضا تطلعات القيادة حفظها الله والتوقعات من أبناء المملكة العربية السعودية، ولمواكبة أفضل الممارسات العالمية، ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. سيتم بإذن الله في العام الدراسي المقبل تضمين مواد دراسية جديدة وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى كانت تدرس في سنوات معينة والآن ستقدم أيضا في الصفوف أبكر للتأكيد على نواتج التعلم. أيضا سيتم تقديم مواد أخرى وتطبيق خطط دراسية مطورة للعام الدراسي القادم. وشدد الوزير الدكتور آل الشيخ على جميع منسوبي وزارة التعليم بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل الأول من شهر أغسطس، وذلك حرصا على صحتهم وسلامة بيئة العمل من المخاطر. تؤكد وزارة التعليم على جميع منسوبيها بأهمية سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد COVID-19 قبل الأول من شهر أغسطس 2021، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع وسلامة بيئة العمل من المخاطر، وانتظام الحضور الفعلي بإذن الله في العملية التعليمية في العام الدراسي. في آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1320 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 444,780 إصابة، من بينها 10,023 حالة نشطة، معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1,348 حالة حرجة. كما تم تسجيل 873 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 427,462 حالة تعافٍ، فيما سجلت 17 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 7,295 حالة وفاة رحمهم الله جميعا. هذا وتجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا في المملكة حاجز 13 مليون جرعة، وذلك عبر أكثر من 600 مركز في مناطق المملكة كافة. حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي فيروس كورونا، وخاصة المتحور الهندي، وسط مخاوف دول آسيوية من الارتفاع المتواصل في الإصابات والوفيات. في الوقت الذي بدأت فيه دول عدة تخفيف إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها للحد من جائحة كورونا، دعت منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من الحذر بعد رصد السلالة الهندية من الفيروس في 60 منطقة حول العالم. السلطات الهندية أعلنت أن عدد حالات الإصابة تجاوز 27 مليون، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 300 ألف حالة وفاة. وفي ظل تفشي السلالة الهندية، أعلنت اليابان تشديد إجراءات الحجر الصحي على الوافدين من الهند، وخمس دول أخرى في جنوب آسيا هي بنغلاديش وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا. كما سيتم فرض فترة حجر صحي على المسافرين الوافدين من دول عدة بينها بريطانيا والدنمارك وكازاخستان. الحكومة اليابانية وفي ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس القاتل قالت إنها تدرس تمديد حالة الطوارئ الخاصة بكورونا لتشمل العاصمة طوكيو وأوساكا وسبع محافظات، وستقوم بإجراءات إضافية لتسريع عمليات التطعيم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو في يوليو المقبل.
أعلن البنك المركزي السعودي إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 لوثائق التأمين الصحي السارية، غير المشتملة على المنفعة للمؤمن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة، وذلك للفترة المتبقية لتلك الوثائق. وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي إلحاقا بإعلانه المؤرخ في 20 من شهر رمضان من عام 1442 للهجرة عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين للسياحة والزيارة والعمرة، كما تأتي حرصا على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حد سواء، وتسهيلا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة. افتتحت منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية أول مكتب إقليمي لها في الرياض بحضور وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ووزراء السياحة الإقليميين وقادة الصناعة. ويهدف المكتب لتنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط لدعم المبادرات السياحية في المنطقة وتحقيق النمو طويل الأجل للقطاع، كما يسهم في تعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة وجمع الإحصاءات المهمة للقطاع. صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم مهند زيلعي بأن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان. وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط 5 مقذوفات عسكرية بالقرب من الطريق العام للقرية دون حدوث أي إصابات ولله الحمد، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بريطانيا إلى لعب دور فاعل في دفع جهود السلام وفق قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم في مقر رئاسة برام الله. عباس أكد أهمية البدء الفوري بمسار سياسي وفق الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. بدوره أكد وزير الخارجية البريطاني موقف بلاده الداعم لحل الدولتين واستعداد بريطانيا لدعم جهود السلام ومواصلة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته واقتصاده. أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن البحث عن السلام أولوية وهو أحد مطالب الثورة وأن الوصول إليه واجب. وقال رئيس الوزراء السوداني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية التفاوضية بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان إن لقاء اليوم يمثل حوارا بين أبناء الوطن الواحد، وهي رسالة للعالم بأن السودانيين قادرون على حل قضاياهم بعد إنجاز ثورة عظيمة، موضحا أن الهدف الأساسي للحوار هو استقرار ورفاه الشعب السوداني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. توج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة توج فريق الحزم بلقب دور الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بعد نهاية مواجهة الفريق أمام نجران التي أقيمت في مدينة الرس وانتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو أمير منطقة الرياض يرعى اليوم نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي. وزير التعليم يعلن التقويم الدراسي الجديد وتطوير الخطط الدراسية والمناهج والفصول الثلاثة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، تصبحون على خير وفي أمان الله. We'll be right back.